يبالي تعيشي مصر إن شاء الله قائمة، مصر إن شاء الله مستمرة، مصر بإذن الله لا زوال لها، فقد ذكرها القرآن الكريم أكثر من مرة، وقد وصانا النبي عليه الصلاة والسلام بها أكثر من مرة وبأهلها، ونحن في رباط إلى يوم القيامة. إن شاء الله مصر باقية باقية باقية. مشاهدينا الكرام، نبدأ أولى فقرتنا بقراءة لصحافة أول النهار وقراءة المنشطات الرئيسية، وأعتقد أن الجميع الصحف تشترك في منشطات رئيسية، فإحنا مش هنبقى على الصفحة الأولى في جافة الجرائد، ولكن البداية هنبتديها من جورنال الأخبار. انتصرت ثورة الشعب، سقوط مرسي والإخوان وإعلان خريطة المستقبل، عدلي منصور رئيسا مؤقتا، تعطيل الدستور، انتخابات رئاسية مبكرة، تشكيل حكومة كفاءات، إدماج الشباب في مؤسسات الدولة، السيسي التصدي بحزم للخروج عن التظاهر السلمي والقانون، لجنة عليا للمصالحة الوطنية، ميثاق شرف للعمل الإعلامي، تحديد إقامة مرسي والقبض على الشاطر، ومنع قيادات الإخوان من السفر. أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أهلا بيك معانا. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا كل وسهلا. سنة وأنت طيب، وكل سنة وكل يوم وشعب مصر طيب. النهاردة يوم تاريخي في تاريخ مصر، يوم تغير من نظام إلى نظام آخر بإرادة شعبية وبتحالف بين الجيش والشعب لتحقيق هذه الإرادة الشعبية. هذا مبروك. هو المضمون، ولكن اسمح لي أبتدي الأول على تعليق سعادتك على التقرير أو البيان الذي أصدرته القوات المسلحة أمس، والذي ألقاه فريق أول لفتاح السيسي. مبروك مبروك يا استاذ محمد لمصر كلها، لان فعلا النهارده مصر كلها في عيد والناس عماله تقابل بعض، والكلمه الوحيده اللي على لسانهم مبروك مبروك مبروك، لانهم شعروا لاول مره بعد مرور ما يقرب من سنتين ونص ان ثوره 25 يناير قد عادت اليهم مره اخرى، او بمعنى اصح عادت مصر الى اهلها مره اخرى بعد ان تم اختطافها بليل بعد قيام الثوره. البيان اللي حضرتك اشرت اليه بالنسبه للقوات المسلحه، سواء البيان الاول يوم 30 يونيو او البيان الثاني، كان قمه في الروعه بالنسبه للصياغه، وكان ايضا على مستوى الارض قمة في الاداء للقوات المسلحة. نعم هي ثورة شعبية، لكنها حركة تصحيح للثورة الاولى اللي هي ثورة 25 يناير، وما فعلته القوات المسلحة ليس انقلابا عسكريا كما يحاول البعض ان يشوه هذه الصورة، لكنها ارادة شعبية واستفتاء شعبي وشرعية حقيقية، لأن الشرعية هي التي يعطيها الشعب وهو الذي يسحبها، وهي نفس الشرعية التي تحدث بها الدكتور محمد مرسي، للأسف لأول مرة أقول الرئيس المخلوع نمرة 2، لأنه قبل أن يتم خلعه من أن يتنحى بشكل لائق ويقبل الواقع أو يعترف بالواقع. كان قد وقف في ميدان التحرير بعد فوزه مباشرة ليخاطب الجموع التي جاءت لتهنئه كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وجه كلامه بشكل محدد قائلا: أنتم الشعب، أنتم الشرعية، أنتم أعلى سلطة في الدولة، تعطون الشرعية لمن تريدون وتسحبونها لمن تريدون. وأقسم أمام هذا الشعب قبل أن يذهب إلى المحكمة الدستورية ليلقي قسمه بعد ذلك، لكن عندما وجد الأرض تتزلزل تحت أقدام وأقدام جماعته الذي أصر أن يكون رئيسا للجماعة وليس رئيسا للبلاد، بدأ يتحدث عن شرعية الصندوق. شرعية الصندوق هذا يا سيد الفاضل هو الذي أعطاها الشعب له، وهو الذي سحبها أمام العالم كله بخروج هذا الشعب بأعداد تزيد عن الضعف ما تم انتخابه.
ومن هنا كان بيان القوات المسلحة أكثر من رائع كما قلت قبل ذلك، لأنه أكد في بدايته البيان الأول أن القوات المسلحة لا ترغب إطلاقا في الحكم، وهذا ما حدث، ولا ترغب إطلاقا أن تدخل معترك السياسة إلا من خلال ما حددها لها الدستور والقانون والأعراف الدولية، وهنا أقصد أنها تحافظ على أمن الوطن داخليا إذا تعرض للخطر، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية وهي حمايته خارجيا إذا تعرض حدوده لأي خطر. هنا كان البيان واضحا، بالإضافة إلى إخراج البيان الثاني والذي ضم رموز الدين الإسلامي والدين المسيحي، ضم رموز تعبر عن أطهر شباب مصر ممثلا في شباب حركة تمرد، المجموعة الشباب التي لم يستطع أحد حتى الآن أن يتهم فرد واحد منها أنها ممولة من الخارج وأنها عميلة وأنها كذا وأنها كذا. هذه المجموعة تمكنت أن تعيد الثورة إلى شباب مصر مرة أخرى خلال 3 أيام الأخيرة. خرج الشعب مستجيبا للورقة البسيطة التي طرحها هؤلاء الشباب للشعب ليعبر عن رأيه كتابة، ثم بعد ذلك عبر بنفسه عما سطره في هذه الورقة في صورة رائعة أذهلت العالم كله. فتحية إلى هذا الشباب، وتحية إلى قواتنا المسلحة وإلى رجال الشرطة الذين تواجدوا بالقلب والروح مع الشعب المصري من أول لحظة حتى هذه اللحظة. تمام. من المعلوم أن الأعداد التي خرجت أمس وخرجت منذ 30 يونيو الماضي أكبر من الأعداد التي خرجت في 25 يناير. نعم. وما بعد. نعم. 25 يناير. نعم. وهذا مؤشر بيقول أن الشعب المصري الآن هو شعب له إيجابية في المشاركة في العملية السياسية. نعم. أكثر مما كان سابقا بمراحل. نعم. هذا من جانب، ولكن عندي سؤال عايز أبحث له عن إجابة. نعم. وهو الدكتور محمد مرسي الرجل المفروض في وضع قيادة، والقيادة تتطلب أن احنا دائما أبدا نحكم بالمنطق والعقل والفكر وننزل فوق على أعداد الشعب. تمام. أقصد من كلامي هو رأى هذه الأعداد ورأى هذا التمرد اللي ضده، لماذا لم يبادر باستفتاء شعبي على وجوده؟ بماذا لم يبادر بانتخابات رئاسية جديدة؟ لماذا تأخر كل هذا التأخير في التفاعل مع الشعب والشارع؟ يعني أنا عايز أفهم يعني إزاي ده حصل؟ لا، أسبابها واضحة تماما يا أستاذ محمد، لأن الأمر لم يكن بيده في يوم من الأيام، سواء بقرار ترشحه بعد أن كان احتياطيا لجماعة الإخوان المسلمين، أو مساندته طوال فترة الترشح، أو إدارة أمور البلاد وجعله واجهة فقط لفكر وحركة الجماعة. هذه واحدة. الجزء الثاني هو أن الدكتور محمد مرسي أصر أن ينفذ تعليم، أو وافق أو قبل أنه أكثر المطيعين فيها أن يكون رئيسا لفصيل معين وليس رئيسا لجمهورية مصر العربية. نمر الثلاثة، أن مبدأ الاستفتاء هذا مغلوط في من يقول أو يطالب به، لأن الاستفتاء خرجت الناس للشارع بنفسها وتم تسجيل رأيها أيضا على الورق الذي شكك في صحته. مقصود يا فندم، مقصود يا أستاذ رفعت أنه كان يذكر أن هناك مؤيد وهناك معارض. نعم. فنقدر نحسب العدد من ده إلى ده ورأي الشارع هو اللي يحكم. أعتقد أن ما شاهده العالم قبل الشعب المصري نفسه أو نحن أو أنا وأنت على شاشات التلفزيون يبين الأعداد التي خرجت لتطالب برحيله وانتخابات رئاسية مبكرة. هذه واحدة. نمرة اثنين، في هذه الجزئية بالتحديد من خرج مطالبا برحيله وانتخابات رئاسية مبكرة لم يتم جمعه بأموال أو حشده من خلال تنظيم، فكل فرد خرج بإرادته الحرة، أما أن يتم جمع مجموعة معينة
يتم إخراجها في الوقت المحدد لها وأن تقول ما بكلمات محفوظة في كل مكان تردده كما هو أرسل لها من هذه الكلمات. أعتقد أن هذا ليس معبرا عن الإرادة الشعبية. بالإضافة إلى الجزئية مهمة أستاذ محمد، لو كنت أنا كرئيسا للدولة ووجدت أن هناك جموع غفيرة بهذا الشكل قد خرجت وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وأنا أثق في نفسي وبرنامجي الذي طرحته على الشعب أنني سأحصل على نفس هذه الثقة، ما ترددت أن أدخل هذه الانتخابات المبكرة لأؤكد للجميع أنني مرغوب بشعبي، أن العقد الاجتماعي الذي وقعته بيني وبين شعبي ما زال مستمرا. كنا نتمنى هذا. وتسكت المعارضة تماما لأن هذه اللحظة ستكون إرادة شعبية. تمام. لكنني رفضت كل الاطروحات الموجودة وعدت أكرر كما حدث في الخطاب الأخير كلمة الشرعية ما يقرب من 186 مرة، لكن بمنظوري أنا وهو ما يسمى بشرعية الصندوق، معتقدا أن عمليات التزوير والحشد والأشياء الغير معروفة والمشكوك في طبيعة إدارتها بشكل سليم سوف تتكرر، ضامنا ذلك لأنه تحت يده حكومة مطيعة تماما برئيس حكومة، تحت يده جماعة تستطيع أن تزور ما تريد، تحت يده تنظيم يستطيع أن يحشد الأعداد التي يريدها، تحت يده أو معه تنظيم يستطيع أن يروع المجتمع ويمنع حتى جزء من الناخبين أن يصل إلى صندوق الانتخابات. أستاذ رفعت أستأذنك خليك حضرتك معايا، هنستمع إلى كلمة من أستاذ المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية، وهنستكمل حضرتك مناقشة ما ورد في المنشآت الرئاسية للجرائد بعد سماعنا لكلمة المستشار عدلي منصور. نعم بعد إذن حضرتك. أتفضل. أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل. لحظات فارهة طبعا بتحكم في مصر، لحظات المستطيع اللي احنا نكتبها في التاريخ المصري. المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية منذ لحظات وبعد لحظات بعد حلف اليمين سيكون رئيسا لمصر لفترة مؤقتة. نستكمل حوارنا مع الأستاذ رفعت فياض وبننتقل إلى جريدة الأهرام. عزل رئيس بالشرعية الثورية كواليس الساعات الأخيرة في حكم مرسي، الرئيس استشاط غضبا بعد قراءة منشط الأهرام وقرر توجيه خطاب إلى الشعب، رفض عرضا بمغادرة البلاد إلى تركيا أو قطر أو أي جهة يحددها. خارطة المستقبل تعزل الرئيس وتكلف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة شؤون البلاد وتشكيل حكومة مؤقتة. القوات المسلحة استعانت دستوريين وسياسيين وشيخ الأزهر والبابا ورئيس حزب النور وثلاثة من تمرد. في اللحظات الأخيرة طلب الإخوان مهلة يومين آخرين ولم يجدوا ردا من القيادة العسكرية. التحفظ على الرئيس وأسرته في مكان غير معلوم بعد نقله من الحرس الجمهوري. الجيش يتسلم مبنى التلفزيون ويؤمن مدينة إنتاج الإعلام والميادين والمنشآت الحيوية. تحذير شديد إلى منظمة حماس من التدخل في شؤون مصر ورقابة على حركة الأنفاق. اتصالات بالعواصم العالمية لإطلاع على حقيقة الأوضاع لضمان التأييد والدعم. توجيهات شفهية للمطارات والمواني بمنع قادة الإخوان من السفر واعتقال عدد من أعضاء الجماعة. أستاذ رفعت، هذه بعض خارطة الطريق أو بعض العناوين الرئيسية التي ستحدد مسارنا في الأيام القادمة. نعم. ولكن يستوقفني هنا يعني حاجة غريبة أنا مش عارف. في اللحظات الأخيرة طلب الإخوان مهلة يومين آخرين ولم يجدوا ردا من القيادة العسكرية. نعم. هو الوقت بيعدي بدون حساب، ما كان هناك مهلة أسبوع ثم بعد الأسبوع يومين وبعد اليومين هنجيب يومين كمان، وكان في سنة قبل كده، يعني مش قادر أفهم ما مغزى
مهلة يومين آخرين. وما انتوا كنتوا فين في الفترة اللي فاتت دي؟ هناك أخطاء، لابد أن نعترف أن هناك أخطاء حتى نقف عندها ونعالج هذه الأخطاء، ولكن بالشد بشكل يعني بيستمر الأمور مش هنتعلم من أخطائنا. فلابد أن احنا نحدد ما هي الأخطاء، ولابد أن نحدد كيفية علاج الأخطاء، وكيفية أن احنا نتعامل مع هذه الأمور بسلاسة بوضوح. في فشل؟ في فشل. اللعبة السياسية بتقضي من يفشل يتنحى جانبا. رأي سيادتك ايه؟ لا، هو المانشيت الفرعي اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو بيقول في اللحظات الاخيره طلب الاخوان مهله يومين اخرين ولم يجدوا ردا من القياده العسكريه، ده صحيح، ولكن تفسيره واضح جدا يا استاذ محمد، ودي ترجع الى ادبيات الاخوان المسلمين وعقيدتهم الخاصه بهم، لان كانوا بيعتقدوا أن فترة الأسبوع المهلة التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي سيكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ مصر وتاريخ منطقة الشرق الأوسط، كانوا بيعتقدوا أنها أنه لن يكون جادا في تنفيذها ولن يستطيع، ومن هنا لم يتحركوا في يوم من الأيام السبعة المحددة لأي حوار مع القوى الوطنية، لأن هم عارفين طبيعة الحوار السابق وماذا تطلب القوى الوطنية المختلفة، ومن هنا كانوا رافضين لهذه الآراء التي كان يشير إليها الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وعندما انتهت المهلة فوجئوا دون أن يعلموا بالتحذير الذي خرج من الفريق عبد الفتاح السيسي بعد أن شاهد الجميع ملايين البشر في شوارع مصر، وعندما يعطي مهلة 48 ساعة هنا أربكهم جميعا هذا القرار، ووجدوا أن الأمور قد تخرج من أيديهم، وفعلا خرجت، ولكن بعد هذا التحذير فوجئ الجميع بتوجيهات من قيادات الإخوان لكثير من أنصارها للخروج في كل المحافظات والتجمع في الميادين في مقابل التجمعات الجماهيرية التي خرجت عن بكرة أبيها تعبر عن إرادة شعبية تقول لرئيس الدولة كفى ولتبدأ في الرحيل. ولكن قصر المدة هنا لم يعطي لها مهلة لاستكمال عمليات الحشد، لاستكمال عملية تدبير القيام ببعض العمليات الترويعية في المجتمع، فكانوا يطلبون يومين آخرين لكي يستكملوا كتنظيم ما يريدون أن يفعلوه، ومن هنا جاء هذا الرفض، لأن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجتمعا، وجاءت هذه الرغبة من أحد قيادات القوات المسلحة من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي اتصلت به، لكن رفض هذا الطلب لأنه كان مفهوما مقصدة وماذا سيفعلون في هذين اليومين، وبالتالي فوتوا عليهم الفرصة وكانت العجلة قد دارت ولن تعود مرة أخرى إلى الخلف. بالإضافة إلى أن القوات المسلحة أرادت أن تحافظ على مصداقيتها أمام الرأي العام وأمام الجماهير المحتشدة في الشوارع، لكن جماعة الإخوان المسلمين كانت تريد أن تهز هذه الثقة وتشكك الجماهير في مصداقية القوات المسلحة، وتجعل هناك إشاعات تنتشر ما بين المجتمع أن هناك صفقة قد تمت ما بين القوات المسلحة وقيادة جماعة الإخوان المسلمين، وأن الأمور ستفلت من يد القوات المسلحة، ومن هنا ينقلب الشعب على قيادة القوات المسلحة ولا يستمع لأي قرارات خاصة بها بعد ذلك. كان هذا هو المقصد، ولهذا تم تفويت الفرصة، واستفادت القوات المسلحة كما استفاد شباب الثورة في ثورة 25 يناير من كل الأخطاء السابقة التي وقعت بعد ثورة 25 يناير، وبالتالي فوتوا الفرصة على الجميع أن ينجحوا في أي تصرف خاطئ من الذي كانوا يفكرون فيه أو ارتكابه خلال هذه الأيام. الحسم والجزم هي صفة أساسية للقيادة. نعم. وبالتالي أعتقد أن مقولة الشاعر السيف أصدق أنباء من الكتب. نعم. في حده الحد بين الجد واللعب. نعم. فنحن لسنا في لعبة. نحن نتعامل بجد. نعم. وأعتقد
أن الجيش تعامل بجد وبجدية مع هذه الأمور، ولكن ألا يعني يتعارض بعض الشيء ما ذكرته حضرتك من كلمة الأخيرة للدكتور مرسي فيما ذكره بأنه يوجه نداء وبأن ليس هناك جهاد في الداخل، الجهاد للخارج، الجهاد للخارج، لا جهاد مع قوات مسلحة لأن احنا نبني قوات مسلحة، ولا مع الشرطة لأن احنا نبني الشرطة حتى ولو كان الثمن دمي. فده يعني يتناقض بعض الشيء مع لساتك بتقوله، ولا لساتك شافه ازاي؟ لا، اولا تعودنا من الدكتور مرسي ان يقول ما لا يفعل، وايضا هذه سمة تصرفات وقرارات جماعة الاخوان المسلمين ومكتب الارشاد. فنعم، كان هذا الخطاب الاخير الذي القاه الدكتور محمد مرسي الرئيس المخلوع الثاني كان موجها إلى شعب غير الشعب المصري، وكان موجها إلى الخارج في المقام الأول لاسترضاء الخارج تحت مسمى الحفاظ على الشرعية وعدم الانقلاب على الديمقراطية وخلافه. ومن هنا كان يحاول أن يشق العصا ما بين القوات المسلحة وبعضها البعض عندما يوجه هذا الخطاب الرقيق إلى القوات المسلحة والإشادة بها، وأنه لا يريد أحد أن يصطدم بها، وأيضا مع جهاز الشرطة حتى يستميل رأي البعض وبالتالي يعترض عما تفعله الشرطة أو تفعله القوات المسلحة. وهذا أيضا ما فعله الرئيس المخلوع الأول حسني مبارك في خطابه الأخير عندما قال سأموت هنا وسأعيش هنا ولن أغادر بلدي وخلافه، فاستشعر الحنين والجانب العاطفي من قبل فريق من الشعب، لكن للأسف جاءت موقعة الجمل لتضيع كل هذه الأثار وتستمر ثورة 25 يناير. هذا ما كان الدكتور مرسي يريد أن يفعله مع الشعب المصري ومع القوات المسلحة وقوات الشرطة، وأيضا ما كانت تريد أن تفعله جماعة الإخوان المسلمين. تمام، هنا نقف عند نقطة مهمة يا أستاذ رفعت، ودي نقطة أعتقد في منتهى الحساسية وهامة جدا، وهي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه تعليمات المولى سبحانه وتعالى للمسلمين والإسلاميين. البعض يرى أو يربط فيما بين الإسلام والشريعة الإسلامية والشرع وبين الجماعات الإسلامية اللي كانت تقودهم الإخوان المسلمين. كيف ترى؟ أستاذ محمد، أنا لا أؤمن إلا أستاذنك أستاذ رفعت، إعلان محكمة السورية ونستكمل مع حضرتك. لا تفضل لسه. طب أنا مع حضرتك أستاذ رفعت. شوف يا أستاذ محمد، أولا نحن مسلمين وموحدين بالله، ونؤمن بالإسلام ذات الفكر الوسطي، لأن هذا هو الدين الذي نزل من السماء، ليس فيه غلوا وإلا ما كان قد آمن به كثيرون، وليس فيه ضياعا لحقوق أي فرد، وليس فيه أي شيء يشوبه كدين إسلامي يعتبر خاتم الأديان، وكان رسوله أيضا خاتم الرسل. أما عندما تأتي جماعة تخرج بفكر مختلف عن المؤسسة الدينية على سبيل المثال المعتمدة كقبلة للمسلمين ليس في مصر فقط ولكن على مستوى العالم كله هو الأزهر، وتحاول أن توجد لنفسها مكانا موازيا لمؤسسة الأزهر بفكر يختلف عن مؤسسة الأزهر، فيه نوع من الغلو والفهم الخاطئ للدين الإسلامي، وتأخذ الدين لتكيفه وتطوعه لخدمة أهدافها السياسية، وهي التمكين وتقوية تواجدها في المجتمع، ثم علاقتها بتنظيمات أخرى مشابهة خارج مصر ليشكلوا فيما بعد ذلك بالنسبة للآمال الخاصة بهم ما يسمى بدولة الخلافة. أعتقد أن هذا الفكر قد انتهى، ومن يؤمنون به يعتبرون مغالون في الدين، يفهمون الدين بشكل متشدد،
يجعلوا بتصرفاتهم هذا إمكانية لأن يرفض الذي يتخاطب معهم أو يتعامل معهم هذا الدين إذا كانوا يقدمون له يقدمونه يقدمون هذا الدين لكل فرد بهذه الصورة في هذا الشكل الممتلئ بالغلو والمرفوض من كثير من فئات المجتمع ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم كله. الإسلام دين سماوي من أروع الديانات التي نزلت على الأرض. الدين الإسلامي دين وسطي وفكر وسطي وهو السبب الرئيسي في انتشار هذا الدين بقناعة من كل من سمع عنه أو قرأ عنه أو ولد ووجد أن آباءه وأمهاته مسلمون فعندما كبر وتثقف وتعلم آمن تماما بصحة الدين الذي تدين به بالوراثة نقول لأنه بعقله وصل إلى نفس الحقيقة الموجودة عند الآباء والأمهات. أستاذ رفعت أستأذنك برضو خليك معانا هنتقل المحكمة الدستورية ونستكمل حديثنا.